بيس بي ابونيو. هلو ماي بيرلز، طلبة طلبات الصف السادس الابتدائي، اهلا بيكم في حلقة جديدة للسكول. ان شاء الله باذن الله مكملين معاكم يونت نمبر 6 اللي هو بعنوان ذا سكول كونسرت الليسن نمبر 2 وير تايم. تعالوا مع بعض نشوف الكلمات اللي احنا هنتكلم عليها او الالات الموسيقية اللي احنا هنعزف عليها. تيوبا تيوبا تيوبا. درامز درامز درامز. ترامبت ترامبت ترامبت. فلوت فلوت فلوت. تشيلو تشيلو تشيلو. سيمبلز سيمبلز. هاب هاب. ريكوردر ريكوردر ريكوردر. زيليفون زيليفون زيليفون. بيس بيس بيس. فيولين فيولين فيولين. لوت لوت لوت. طبعا علشان احنا اول مره نتكلم على الالات الموسيقيه دي، فاحنا هنرجع تاني للكلمات دي وهنشوفها بمعانيها. نمبر 1 دي آلة من آلات النفخ اللي هي ايه؟ تيوبا. تمام. واحنا طبعا في اليونت ده بناخد الفعل بلاي مع الآلات الموسيقية بمعنى يعزف، ولكن الآلات اللي احنا بنستخدم فيها ايه؟ اور ماوث. تمام. ممكن نستخدم الفعل بلو بلو ذا تيوبا اور بلاي ذا تيوبا. نمبر 2 عندي درامز اللي هي الطبول. نمبر 3 عندي تيوبا، عندي ترامبت اللي هو البوء وده احد الات النفخ، وبعدين عندي فلوت اللي هو المزمار، وبعدين عندي تشيلو اللي هو تشيلو، وبعدين عندي سيمبلز اللي هي الصاجات، فين عندي هاب اوكي اللي هو القيثارة، وعندي ريكوردر اللي هو الناي الخشبي، وعندي زيليفون اللي هو الاكسليفون، وعندي هنا البيس احد الالات الموسيقيه يكون حجمها كبير اوكي، وعندي هنا فيولين اللي هو الكمان، وعندي لوت اللي هو العود اوكي. طيب let's play our game. I'll say the word in English and you will say it in Arabic. زيليفون excellent اكسليفون. هاب هاب تمام قثارة. لوت لوت تمام العود very good. ريكوردر ريكوردر الناي الخشبي excellent. وتعالوا مع بعض نشوف بقية الآلات الموسيقية تمام والأشخاص اللي بيعزفوا عليها. سولوست سولوست سولوست. سولوست ده اللي هو العازف المنفرد، يعني معاه آلة موسيقية وبيجي عليه وقت مثلا بيعزف بيها ايه كي لوحده. هنا عندي كورس 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 اللي هم الكورال تمام، بيكونوا واقفين خلف السينر اللي هو المغني وبيبدأوا ايه يرددوا وراه. طب هل دول بيكون معاهم ميوزيكال انسترومنت؟ لا، ما بيكونش معاهم آلة ايه موسيقية، فبنسميهم كورس. انما هنا بقى عندي مين؟ اوركسترا اوركسترا. دول مجموعه اشخاص كل واحد موجود معاه اله موسيقيه بيعزف ايه بيعزف عليها. يبقى كورس معهوش الات ايه موسيقيه تمام، بيكرر وراء السينر. انما اوركسترا كل واحد بيكون معاه اله ايه موسيقيه. طيب احنا طبعا اتكلمنا الحصه اللي فاتت على الديالوج بتوين منى اند كريم، وطبعا شفنا ايه اللي حصل.
وكان عندي هنا السامري ليها بيقول ان كريم is cleaning up the music room to help the teacher get ready for the concert. منى wants to help. They move the bass and have an accident. حصل لهم حادثه. Miss Nadia is not happy to see the miss. طبعا خدنا the miss بمعنى الفوضى. Listen and complete between هاله and عادل. Space, sure you can move the harp. Put it by the table. Ah, space, it's so heavy. Here space, here I space. Space here, we're cleaning up. طبعا احنا اتفقنا يا جماعه ان احنا بنكمل جزء الليسن كانه conversation محادثه كانه dialogue وبنستخدم اكتر من جمله لان مش الهدف عندنا هنا في الاسكوله ان هو يكون الامتحان. اوكي احنا هنسمع وهنبدا نكتب مع بعض الايه اهم الكلمات اللي احنا هنستخدمها. نمبر 1 can I help you. ناتجنا طبعا عندي question mark. طبعا هنا offering help عرض مساعده. وافق على المساعده عادل قال لها شور you can move the hop. اوكي حرك القثاره. القثاره هحطها فين؟ put it by the table جنب الايه الترابيزه. اوكي اه I can't lift it. I can't lift it. why I can't lift it because it's so heavy here. اوكي I'll take it. اوكي جت مس ناديه طبعا وسالت سؤال what's going on in here. طبعا رد عليها عادل وقال لها we're cleaning up. number c circle the old word and then replace it with a correct one. number one tuba harp hold cello. number two room violin harp trumpet. number three chair desk seat pencil. number four club zoo garden tree. يلا حلوين فكرنا في الجمل دي تعالوا نحل مع بعض. number one tuba harp hold cello. طبعا هنلاحظ ان tuba harp and cello they are all musical instruments. طبعا هنا عندي كلمة hold as a verb هي الكلمة اللي فيها ايه mistake. for example هنستخدم the word okay flute. number two room violin harp trumpet they are all musical instruments except the word room. okay it's a place so we will use piano. number three chair desk seat pencil. okay طبعا the word seat means مقعد. okay يبقى هنا الكلمة المختلفة عندي كلمة pencil وانا عندي chair desk table. ممكن نستخدم كلمة chair desk seat ممكن نستخدم كلمة زي كلمة table spelling بتاعها table. number four club zoo garden tree. okay هنلاحظ ان club زو وجاردن they are all places كلهم اماكن وعندي هنا كلمه ايه تري فهنستخدم كلمه اتكلمنا عليها النهارده وليكن كلمه مدرسه نسمع السبيلنج بتاعها اللي هي سكول اس سي اتش دبل او ال. اوكي تعالوا طبعا نشوف المدرسه بتاعتنا عملت او اعلنت ان احنا هنعمل حفله وليكن في ماذرز داي او شم النسيم او مثلا موجود عندي فان داي. ابدا كل واحد بقى هيروح للايه التيتشر بتاعه ويقول يا مستر انا عايز اشترك معاكم انا عايز ايه اعزف. تمام كل واحد بيحب اله موسيقيه وهيبدا يعزف عليها. والله احنا قلنا ان الفيرب بلاي مع الالات الموسيقيه بمعنى يعزف. I play the piano. I play the harp. اوكي طيب في ناس بتعزف بقى بسرعه في ناس بتعزف بطريقه كويسه في ناس بتعزف بطريقه مش كويسه. تمام تعال نشوف صحابنا وهم بيعزفوا على the musical instruments. اوكي عندنا باراجراف
The students are playing a concert. Rami has a tuba. Karim is playing the xylophone. These boys are playing violins. Aula is quietly playing the cello. نأكد النقطة يا شباب، احنا اتكلمنا عليها فين قبل الباراجراف، في حاجة اسمها indentation، المسافة البادئة. تمام، الجمل بتاعت الباراجراف الفور سنتنسز اللي انا هكتبها اللي هتكون موجودة عندي جمل ايه؟ ها؟ متصلة. يعني انا ما خلصت من الجملة نمبر 1 وبعدين اروح كاتب الجملة نمبر 2، لا، نمبر 1 بعدها على طول نمبر ايه؟ نمبر 2، وبعدين عندي نمبر 3 and نمبر 4. ونأكد على مبدأ بنقوله، حروف الكلمة متصلة، كلمات الجملة منفصلة. طبعا الجملة بتبدأ بكابيتال لتر وبتنتهي فول ستوب. ونأكد يا جماعة ان احنا لما نيجي نسيب مسافات بسيطة خالص، بلاش سن القلم اسيبه، صابع ايدي اللي انا ما بكتبش بيها احطه بعد ايه؟ كل كلمة انا كتبتها. تمام، هيديني مسافة مظبوطة بين الجمل كلها. تمام، شوف بعد كده جزء خاص بالجرامر اللي هو اسماء الاشارة، اتكلمنا عليها، اما بنشاور على قريب او بعيد، مفرد او ايه او جمع. تمام، هنا عندي بالنسبة للقريب هنستخدم ايه؟ اسم الاشارة this، هذا، هذه. تمام، بالنسبة للبعيد هنستخدم that بمعنى ذلك. طب لما احب اسأل على حاجة قريبة مني what is this؟ تمام، في الإجابة this is، طبعا هو شيء واحد، يبقى استعمل أداة نكرة، يا إما a يا إما an، وقلنا an نستخدمها قبل الاسم اللي بيبدأ بحرف متحرك a e i o or u. بالنسبة للاسم البعيد اللي أنا هشاور عليه وعايز أعرفه إيه دون، قلنا what is that، في الإجابة that is، وبعد كده أداة نكرة a أو an. ها، نسمع an هنستخدمها إمتى؟ أيوة، very good، مع مين؟ الاسم المفرد اللي أوله a e i o and u. Look and write. Look and write. تعال نشوف دلوقتي. How many pictures are there? There are 4 pictures. Number 1 في حاجة قريبة، في حاجة بعيدة. Number 2 في حاجة برضو قريبة وحاجة بعيدة. Number 3 عندي حاجة قريبة وحاجة بعيدة. تمام، وعندي Number 4 and number 5 في حاجات بقى ايه؟ قريبة وحاجات ايه؟ بعيدة. طيب احنا اتكلمنا على الايه؟ القريب ما اتكلمناش، واتكلمنا على البعيد المفرد، ما اتكلمناش على الجمع. طب ما انا عندي الجمع لما اجي استخدم اسماء الاشارة، ما انا عندي زيز، وعندي مين تاني؟ فيري جود، عندي ايه؟ زوز. تمام، والاثنين طبعا هيجوا معاهم الفيرب اللي هو ايه؟ ار. ناخد نمبر 1. اوكي، الحاجة القريبة اللي عندي بنقول ايه؟ this is a tuba. تمام، لانها طبعا حاجة واحدة، كلمة tuba أولها زي لتر تي، فقلنا a tuba. نمبر 2 شاور على الشيء البعيد، فقلنا ايه؟ الشيء البعيد ده، ايوه، اللي قلنا ايه؟ تيبل داون، قلنا that's a float. That's a float. اوكي، نمبر 2 انا عندي شيء قريب هنا، تمام، وشيء بعيد ايه؟ هنا. طب نتكلم على الشيء القريب، هنقول ايه؟ this is a base. وطبعا شايفين ان الشيء البعيد عندي ان هو ايه؟ recorder، فبنقول that's a recorder. اوكي، طيب بيكتشر نمبر 3 انا عندي هنا ايه؟ اللي انا شايفه دون، الله، ده الكتريك كيبورد. تمام، وعندي اللي انا شايفه بعيد ده، ده ايه دون؟ ده ها زي الفون. تمام، فيري جود. طيب الكتريك كيبورد، طبعا احنا هنا نبدا نخش في ايه؟ ان احنا نستعمل اداه النكره ان، فهنقول this is an electric keyboard. طيب هنشاور بقى على الشيء البعيد اللي احنا قلناه اللي هو ايه؟ زيليفون، فهنقول that's a زيلي
from نهاية الجملة فول ستوب. نمبر 4 هنشوف عندي هنا ايه شيء قريب مني اللي هو تشيلو، وعندي هنا حاجة بعيدة عني اللي هي ايه ترامبت. اوكي لاحظوا كده الفرق بين تيوبا، ايوه ده هنا كبيرة تمام، والترامبت هنا بتكون ايه ها صغيرة وكمان بيكون ايه رفيع تمام، انما هنا حجمها كبير ايه شوية، ده بالنسبة لايه للتيوبا، انما الترامبت بيكون حجمها ايه اقل. ودي طبعا آلة نفخ ودي آلة ايه نفخ، وزي ما قلنا ممكن نستخدم معاهم الفعل ايه very good blow او play. طيب هنتكلم على اول حاجة قريبة مني اللي هي الايه الهاب القصارة، هنقول this is a hop. اوكي لاحظوا كده انا بنطق ان the letter r has no sound تمام. طيب هنتكلم على الترامبت، هنقول that's a trumpet. طيب جينا بقى النمبر ايه نمبر 5، قلنا هنتكلم على جمع، هنتكلم على ايه جمع محتاج اسماء الاشارة these and those. اوكي فاول صورة قريبة مني فهنقول ايه نسمع كده ايوه very good these are what ها very good drums، يعني ما استعملناش ايه او ان لان طبعا الاسم ايه الاسم جمع. طب والحاجات البعيدة دي اللي هي ايه symbols very good هنقول ايه ايوه those excellent those are what symbols. وبكده طبعا اتكلمنا على اسماء الاشارة مفرد وجمع قريب وبعيد. وتعالوا مع بعض نشوف احنا هنتكلم دلوقتي على مقارنة between the present and the past. لو انا بصيت لبيكتشر نمبر 1 اللي هي موجودة on the left ناحية ايدي الشمال هلاقي هنا ايه last year، وهلاقي هنا ايه now. last year طبعا انا هتكلم على ماضي، وطبعا عندي الفعل play احوله لايه لplayed. اوكي هنا طبعا الفعل play وانا بتكلم على now، والفعل طبعا مفرد غائب هي she it، فهنضيف للفعل ايه the letter s. شوف مع بعض نمبر 1 صاحبتنا نيان معاها في نمبر 1 او بتعزف على the flute تمام، والسنه دي طبعا بتعزف على الكتريك كيبورد. صاحبنا دون الغاوي آلات النفخ بيعزف على هنا الترامبت وهنا بيعزف على تيوبا، هنا طبعا هو غاوي آلات نفخ، هنا صاحبنا بيعزف على درامز وهنا بيعزف على سيمبلز. اوكي شوف نمبر 1 last year she played the flute، وطبعا استعملت هنا ذا لان الآلة الموسيقية او الشيء اللي قدامي انا عارفه الشيء ده شيء محدد، وضفنا للفعل play ed علشان عندي last year. طيب نشوف مع بعض now هنعمل ايه في الفعل play، تعال نقرأ الجملة now she plays the now picture number 2 هنقول the electric keyboard. number 2 زميلنا دون غاوي طبعا العزف على الايه هنا عندي درامز وهنا عندي ايه سيمبلز، وهنقول last year. اوكي هي الفعل played اد اي دي the drums now he plays the symbols. اوكي طيب ساعدنا بقى اللي في اخر صوره غاوي الات الايه النفخ هنقول last year last year very good في ناس اسباني بتقول الجمله he played the زي ما بنقول number 3 last year he played the trumpet but now
He plays the زي ايه؟ تيوبا. طبعا تيوبا حجمها بيكون اكبر من الايه؟ ترامبت. نشوف مع بعض الاكسرسايز ده. عندي طبعا reading comprehension قطعة فهم من طريقة معينة ان احنا بنجاوب عليها، ان احنا بنقرأ الاول الايه؟ الاسئلة، تمام، وبعدين بنقرأ الايه؟ القطعة، وبعدين بنرجع تاني للاسئلة. اوكي، هنشوف مع بعض. نمبر بي، تشوز. بيلي سانج ا سونج فور كايرو ايجيبت فرانس سكول. نمبر فور، عادل بلايد ذا فلوت بيس درامز تشيلو. طبعا كان عندي في نمبر ايه بيقول لي انسر ذا فيلم كويستشنز اللي هي الدبل اتش كويستشنز. بيقول نمبر 1، وات ديد ريم اند رانا دو. نمبر 2، وات ديد سوها بلاي. بعد ما قرأنا الاسئله بنرجع للقطعه. Yesterday we had a concert in our school. We got ready for it. Reem and Rana helped Mr. Ahmed clean up the music room. We practiced a lot for the score, the concert. I played the tuba. I played the tuba. Okay. My friend Soha played the drums. Adel played the bass. It's a heavy instrument. Our friend Billy sang a beautiful song for Egypt. It was a nice day. انا عايز اخلي بالي بس هنا من الضمير ايه؟ اه، تمام. الضمير اي ده عايد على مين؟ تمام. اوكي، هنا بتقول ايه؟ Yesterday we had a concert in our school. We got ready for it. Reem and Rana helped Mr. Ahmed clean up the music room. We practiced a lot of the concert. اي طبعا هنا ما ذكرش مين اللي موجود فين في القطعة، يعني ما قالش اسمه. ده هو قال لي ريم، قال لي رنا، وقال لي مين كمان؟ عادل، وقال لي مين؟ وقال لي بيري. اوكي، طيب نرجع نشوف الأسئلة. القطعة كانت كلها في زمن الباست، وهنا الأسئلة in the past. قول لي في نمبر 1، what did ريم and رنا do؟ نرجع للقطعة زي ما حددنا، ريم and رنا helped Mr. Ahmed clean up the music room. Okay. يبقى نقول هنا number one. Reem and Rana helped Mr. Ahmed clean up the music room. Number two. What did Soha play? نشوف Soha في القطعة. Soha played the drums. Soha played the drums. نشوف أسئلة. Choose. Billy sang a song for Cairo. Egypt France School. طبعا الإجابة عندي Egypt. Number 4، عادل played the flute bass drums cello. نرجع كده نشوف عادل كان بيعزف على ايه. اوكي، عادل played the bass. So the answer is on. Number 4، عادل played the bass. Look and write. Here we are going to write a paragraph. نحط شوية أسئلة كده في كي بالنا. Who are they? What are they doing? Okay. Where are they? طيب أنا هشوف كده الإيه الجمل اللي أنا هكتبها four sentences. أول حاجة طبعا أنا هتكلم على زمن past simple، ماضي بسيط. اوكي، اول حاجة في هنا مسافة، في هنا ايه؟ مسافة حوالي مثلا ايه 3 او 4 سنتي، بنسميه indentation، المسافة البدء. ما بكتبش من اول الايه الجمل. هنقول جمل طبعا زي yesterday we had a school concert. Okay. Here we have a group of boys. Okay. There were four boys. عملوا ايه؟ They sang
beautiful. Okay, songs. أغاني جميلة. Okay, طبعا النتيجة إن إحنا كلنا we were happy. كلنا طبعا كنا إيه؟ فرحانين ومبسوطين. وفي نهاية الحلقة بتاعتنا اتكلمنا على أهم الآلات الموسيقية وإزاي نفرق بينهم، وعرفنا الفرق بين كورس وأوركسترا، وقلنا الأوركسترا اللي هم مجموعة من الأشخاص بتكون موجودة وراء المطرب أو المطربة وبيكون معهم آلات موسيقية، إنما بالنسبة للكورس دول مجموعة من المغنيين بيكونوا موجودين وراء المطرب اللي احنا بنسميهم الكورال. وطبعا اتكلمنا على السؤال عن العدد، ورجعنا طبعا أهم الباراجرافز اللي موجودة في يونت نمبر 6. تلو ميت أجين، ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب للقناة. تلو ميت أجين، ثانك يو اند جود باي.